الثامنة بتوقيت القدس، الخامسة بتوقيت غرينتش. العربي اليوم من التلفزيون العربي، أصحابكم خلاله أنا نضال حمدي، والبداية مع العناوين. معركة السيطرة على الشرق الأوكراني تحتدم، قتال عنيف في إقليم دونباس بين القوات الانفصالية الموالية لروسيا والقوات الأوكرانية، وحشود روسية استعدادا لمعركة فاصلة في الشرق. دعم أوروبي جديد لحكومة كييف مع وصول 4 رؤساء إلى العاصمة الأوكرانية للقاء زيلينسكي، وألمانيا تعرب عن أسفها لرفض الرئيس الأوكراني لقاء نظيره الألماني. استمرار التصعيد بعد سقوط شهيد وعدد من الجرحى مع اقتحام القوات الإسرائيلية لعدة بلدات في الضفة الغربية، والفصائل الفلسطينية في غزة تعلن التعبئة العامة. في العربي اليوم ملفات أخرى، تابعونا.